هو قبل اي حاجة فقدان الوعي معروف، ولكن احنا النهاردة بنتكلم عن المؤقت. ايه تمام. تعريف المؤقت اصلا؟ طيب، هو حالة فقدان الوعي المؤقت حالة شائعة، وبرضو يعني كتير جدا بيحصل فيها خطأ في التشخيص. مبدئيا هي ليست مرض في حد ذاتها، وليست تشخيص محدد، لكنها يعني كلمة فقدان وعي مؤقت دي عرض عام لكثير من الأمراض وكثير من الأسباب، اللي هي بتتراوح ما بين أسباب بسيطة جدا، يعني بعد ما يروح الاستقبال أو العيادة بياخد نفسه ويروح المريض، أو أسباب خطيرة زي أسباب مثلا في الجهاز العصبي أو القلب. دول بقى احنا يعني المفروض إنهم بيتحجزوا. لما نيجي بقى لتعريف فقدان الوعي المؤقت، هنقول إنها هبوط حاد مفاجئ في الوعي، لكن لمدة وجيزة قصيرة، ثم يعود الوعي بكامله تلقائيا للشخص. طب انا اسف، تلقائيا هنا؟ تلقائيا بدون تدخل لا طبيب ولا الاهل، يعني اللي هم الشخص الاشخاص المحيطين في حاله، ممكن يفقد وعيه ويرجع له بدون ما يشعر؟ كله تلقائي، ده تعريف، ده اساسي في تعريفه. طب ما ده كده يرجعني بقى لفكرة الدراما شوية، وانه حد اغمى عليه لاسباب هنذكرها بعدين، وتلاقي انه هاتوا كلوني، هاتوا بصل، اعملوا اي حركات اسعافات، يعني في دايما تلاقي المحيطين من باب الاهتمام طبعا بيتعاملوا بعض التعاملات، مش هتكلم فيها سينمائيا ولكن هتكلم فيها طبيا، اللي هي اعتقد نوع من المحفزات او المنبهات عشان يستعيد الوعي. حضرتك قصدك ان ما فيش داعي اصلا بقى للبصله ولا كولونيا ولا حاجات دي، ثقافتنا سينمائيا فهتيجي من الكلام. لان التعريف ذات نفسه بيقول ان هو هيستفيق تلقائي بدون اي تدخلات، وهو فعلا يعني بمجرد بس الناس يعني من الحضه بتحاول انها تساعد المريض باي شيء. فثقافه انتشرت وتناقلت عبر الاجيال، يعني هي ما لهاش اي معلومه طبيه. لا، هو الحالات الفقد المؤقت في تعريفها انه هو هيستفيق ذاتيا وتلقائيا. طب بعد قد ايه؟ لو فرضنا ان انا قاعد مع صديق وجاله هذه الحاله، امتى ان انا اعتبرها مؤقته وامتى ابتدي اقلق؟ ما دام انه عندكم تايم يعني او وقت محدد لفكره انه انا بعد هذا الوقت يجب انه استشعر خطر. جميل جدا، حضرتك كده بتسالني عن الفرق ما بين فقدان الوعي المؤقت والغيبوبه. في الغيبوبه انا هبدا اقلق، اللي هي عباره عن فقدان في الوعي بس بدرجه شديده، بحيث ان الشخص لا يستجيب لاي منبهات ولا اي مثيرات على الاطلاق، سواء الم او سواء روائح، لا يستجيب، وتكون مدتها اكتر من ساعه. اكتر من ساعه. هنا بقى ايه هتفرق. اما حالات فقدان الوعي المؤقت، يعني تقريبا كل الحالات بتوصل المستشفى او توصل العياده بيكون استفاق من الغيبوبه ذاتيا، بيوصل الفايق. طيب. هو بس بيوصلوا للطبيب عشان بقى ايه يعني يتاكدوا ان مفيش مشكله، يكشف برضه عليه، يعني اطمنوا. احنا بنشكر الناس اللي هتنقل حد فقد الوعي للمستشفى، بس اسمح لي بقى اسالك ايه الاسباب؟ يعني على واحد يقول لك انا طبعًا كنت قاعد في امان الله صحيح وبعد كده فقدت الوعي، وهل ده مرتبط بقى برضه سؤال تاني مهم، هل ده مرتبط بالذاكره؟ يعني ممكن افقد وعي وبعد كده ما اخدش بالي ان انا فقدت وعي وعاد ليا؟ في كل الاحوال مش هيتذكر اللي حصل اثناء النوبه نفسها، لان طب نقول الاسباب الاول. بالنسبه لاسباب فقدان الوعي المؤقت بيقسموها تقسيمه بسيطه جدا، وهي اسباب ناتجه عن الاغماء واسباب ناتجه عن غير الاغماء، ودي مجموعه حوالي مثلا 6 اسباب. طب هم ليه قسموا بالتقسيمه بالطريقه دي؟ لا، هو قبل كده يعني اسالك سؤال صغير، يعني ايه الاغماء؟ ما هي بريطانيا. الاغماء، ما احنا جايين بريطانيا هي انجلترا. بالظبط، فقدان الوعي هو الاغماء بالنسبه لنا احنا. ايه اللي تعريف الاغماء؟ لا، هي كلمه الاغماء احنا بنستعملها في كل شيء، لكن مش الاغماء ليها تعريف محدد. الاغماء هو ايه بقى؟ الاغماء هو نفس تعريف فقدان الوعي المؤقت، بس هنضيف حاجتين، اللي هو ايه؟ فقدان القوة العضلية، بحيث الانسان لو كان واقف بيقع على الارض، وكمان ناتج عن انخفاض حاد في ضغط الدم، ادى الى انخفاض حاد في الدم الواصل للمخ، فتلاقي الشخص وقع في الارض. نضرب مثال من الدراما المصرية، لما كان مثلا يجي تليفون بخبر مش كويس، السماعة في ايد الشخص، يجي الشخص ايه سامع الخبر ده ووقع منهار على الارض، ونسميه انهيار عصبي. طب ساكت. لا، ده ممكن. طب ساكت. فده ممكن يكون حاله نفسيه، وممكن يكون برضه هبوط، في حصل هبوط في ضغط الدم بدرجه شديده، بدرجه مفاجاه، فسقط في الارض ما تحملش. نرجع بقى للاسباب، قسموها لاغماء، وده الاغماء خلاص احنا قلنا التعريف بتاعه،
واسباب تانية غير الاغماء. انا اللي عايز اقوله بس ان الاغماء هم ليه قسموا بالشكل ده، لان وجدوا ان الاغماء بيمثل حوالي 45% من حالات فقدان الوعي المؤقت اللي هو ناتج عن ايه؟ انخفاض ضغط الدم. وهنقول دلوقتي يعني الاسباب بتاعت الاغماء. وفي اسباب اخرى بقى غير الاغماء ملهاش علاقه بانخفاض ضغط الدم. زي ايه؟ عندنا مثلا بعض السموم. مثلا واحد خد جرعه حبوب منومه مره واحده، جرعه زايده شويه، هو متعود ياخد كل يوم حبايه، خد شريط بيدخل في ايه؟ في حاله فقدان الوعي المؤقت. واحد وقع على راسه فحصل له ارتجاج في المخ، حادث سياره مثلا. ده ممكن دكتور يصنف اللي اتعرض لضرب، اللي هو اتعرض لضرب، اي صدمات راس، حوادث، ضرب، اي حاجه، ففقد الوعي اللي هو بنسميه ارتجاج في المخ. الارتجاج هو فقدان الوعي مؤقت، وبعد كده بيفتح عينيه وبيرجع تاني للوعي. معانا برضو حالات زي ترانزيت سكيميك اتاك، اللي هي جلطات الجلطه المؤقته او العابره في جذع المخ تحديدا. ده برضو هتسبب لنا فقدان وعي مؤقت. عندنا بقى الاشهر حاجه بعد الاغماء، احنا قلنا الاغماء 45% من الحالات، الاشهر بقى منها او اللي بعدها على طول نوبات الصرع. ونوبات الصرع طبعا لها اشكال متعدده، منها نوبات صرع مع تشنجات، وفي نوبات صرع يسقط من طوله كده وهو في الشارع او واقف في المطبخ او اغماء مع سقوط يعني فقدان في القوه العضليه. الاثنين مع بعض. طيب بدون تشنجات. في حالات ما اعرفش المصطلح العلمي ليها بس احنا بنسميها ادبيا حالات الاعياء، اللي هو ما كلش بقاله يومين، بذل مجهود كبير فتعب والى اخره، مارس رياضه بشكل عنيف والى اخره، فالمهم يعني وصل لمرحله ما ان هو فقد توازنه ففقد وعيه. دي بتسمى ايه؟ تمام، احنا بقى ده بتنضم تحت الاغماء. لان الاغماء يعني يعتبر ثلاث انواع. في حاجه اسمها اغماء الضغط المنخفض الوضعي. يعني الشخص لما بيغير وضعيته، هو بس ما بياكلش كويس فالضغط عنده اوريدي واطي، فبيقوم من السرير بسرعه، يقوم ايه الضغط هبطان فجاه، يجي الشخص ده واقع على الارض. ده نتيجه تغيير وضعيته، فده اسمه انخفاض الضغط الوضعي او الانتصابي. زي اللي حضرتك، المثال اللي حضرتك بتقول عليه ان هو بياكلش بقاله اسبوع، فدخل في حاله عياء ودخل في حاله هبوط في ضغط الدم، فده مستني بس منه ان هو ايه يقوم بسرعه، مثلا من قاعد فتره طويله وقام بسرعه، او نايم في سريره وقام بسرعه، تجي له الحاله دي ممكن يقع في الارض. برضه فقدان في الوعي مؤقت برضه نفس الوقت. في اسباب ثانيه بقى غير ان هو ما يكونش اكل بقاله كذا يوم. في مثلا عندنا يكون اضطراب في الجهاز العصبي الذاتي اللي هو بيعتبر ماسك الاوعيه الدمويه. برضه لما الشخص زي مريض مثلا باركنسون اللي هو مريض الشلل الرعاش، لما الشخص بيقوم مره واحده برضه بيجي له الاغماء ده اللي هو الاغماء الانتصابي او الوضعي نتيجه تغيير الوضع بسرعه. ليه؟ لان الجهاز العصبي عنده اشاراته ضعيفه للاوعيه الدمويه، فتجيله نفس الحاله، غير موضوع ان شخص ما بياكلش ولا بيشرب. عندنا برضه حالات ثانيه زي الكارديوجينيك سينكوب اللي هو الاغماء القلبي. ده برضه بس ده يحصل معاه بقى ايه؟ مش مع تغيير وضعيه، ده تغيير وضعيه ده ايه؟ نوع من انواع الاغماء. لكن هيحصل مع ايه بقى؟ شخص بيمشي او بيلعب تمارين معينه، واثناء وهو بيعمل التمارين دي وقع في الارض، بيلعب كوره مثلا. فدايما الاغماء القلبي يجي بالشكل ده اثناء بذل مجهود او بعد ما يريح من مجهود، تجي له برضه. او هو نايم بعد ما يريح، بعد ما يريح من المجهود او هو نايم. يعني مثلا واحد مدخن بيدخن سيجاره وهو على سريره، فجاه جات له ذبحه صدريه. طبعا بيحصل هبوط في عضله القلب وبيحصل هبوط في ضغط الدم بدرجه شديده، ممكن تدخله في اغماء. يعني مش لازم برضه مجهود. يعني معانا الاغماء القلبي ده برضه احنا بنتكلم في الاغماء ده كله، الاسباب اللي هي غير الاغماء، وقع على الراس، مواد سامه، او اوفر دوز ادويه. لا دي احنا كده بنتكلم في الاغماء برضو. كمان حاجه ان بالنسبه برضو ممكن من ضربه الشمس او السير لفتره طويله تحت الشمس ممكن يسبب. الشمس بقى دي داخله في ايه؟ الاغماء المستحس عصبيا، لسه برضو هنقوله، اللي هو نتيجه الخوف الشديد. مثلا شخص مثلا بيشوف عنده فوبيا من لون الدم مثلا،
يعني واحد رايح مع صاحبه لجراح بيفتح له مثلا خراج، فاول ما شاف الفتح والدم جه مغمى عليه في الارض. ده ايه اللي حصل؟ ان اشارة الخوف والفزع اتنقلت للعصب الحائر. العصب الحائر ده بيعمل لنا تبطيء لضربات القلب وتوسعة للشرايين، الشرايين والاوعية، فبيحصل هبوط مفاجئ في ضغط الدم، فالشخص طبعا بيقع من طوله. ده برضو سبب يعني يعتبر من الاسباب. كذلك الالم، يعني واحد بياخد سرنجة ابرة، فالابرة دي هو اساسا بيخاف من الابر، واول ما دخلت الابر فيه يقع من طوله. هو ما وقعش بسبب الادوية اللي دخلت الجسم، ده هو وقع بسبب خوفه من الالم، برضو نشط عنده العصب الحائر. وكذلك الحرارة، السؤال اللي حضرتك سألته، يعني مثلا الطلبة اللي هم طلبة المدارس بتبقى واقفين في الطابور فترة طويلة والجو حر، دول عاملين بينشطوا عندنا العصب الحائر برضو، اللي هو بيعمل ايه؟ اللي هو بيخفض ضغط الدم ويدخلنا في السنكوب اللي هو الاغماء. ده برضو سبب من الاسباب. عندنا مواقف تانية يا استاذ احمد بقى اسمها سيتويشنال سنكوب، اللي هو اغماء الظرفي مع ظروف معينة، يعني مع الضحك. حد يتصور ذلك؟ بعض الناس مع الحزن مش مع ده، لا يضحك او مع البكاء او مع التبرز او مع التبول او بعد المجهود او بعد الاكل، لا يغمى عليه. دي حاجه اسمها سيتويشنال سينكوب، اللي هو الاغماء الظرفي مع ظروف معينه، وده بيبقى ظرف مؤقت جدا، ظرف مؤقت جدا ويفوق تاني على طول. في عندنا بقى سبب برضو الناس مش واخده بالها منه، بتحصل عند الحلاقين لما يكون راجل كبير في السن خصوصا، والحلاق بيمسك كده وبيحلق له من فوق، فبالصدفة ان هو بيحط الصبعين دول على حاجة اسمها الجيب السباتي. الجيب السباتي دول انتفاخ كده موجود في الشريان السباتي هنا فوق، ويحتوي على الحساس بتاع ضغط الدم، فينقل الحساس ده الاشارة للمخ على ان الضغط عالي، اشارة كاذبة، فيرد المخ بيبطل ضربات القلب ويوسع الشرايين، فيجي الضغط نازل مرة واحدة، فيجي الشخص اللي بيحلق يغمى عليه وهو على كرسي الحلاقه. فطبعا الحلاق هنا يعني بيصاب بحاله من الفزع. يعني انا اول مره اسمع الموضوع ده. بس هو بيصاب لكبار السن تحديدا يعني. اكتر شويه. اكتر شويه في كبار السن. طب اسمعني هنا بقى، احنا دخلنا في المرحله العمريه. هل كل هذه الاعراض باختلافها وباختلاف مسبباتها اللي ذكرتها، هل ليها علاقه بفئه عمريه هي الاكثر عرضه؟ او انه كل فئه عمريه بتكون ضمن كاتيجوري معين؟ سؤال جميل طبعا. هي بتحصل لأي حد زي ما قلنا، في سيتويشنال ظرفية وفي مع الألم والخوف، بتحصل لأي حد، لكن في فئات عمرية أكثر تحسسا شوية، زي كبار السن وزي الحوامل. ليه كبار السن؟ يعني كبار السن أولا معظمهم عندهم مرض في القلب، يعني مثلا ضيق في الشريان، في الصمام الأورطة، أو ضيق في الصمام الميترالي، او ذبحه صدريه قديمه او جديده، فعندهم مشاكل في القلب، فده بتدينا ايه؟ الاغماء القلبي اللي هو بيكون مع المجهود. كبار السن كمان عندهم الجيب السباتي هنا حساس اكتر من اي حد، برضو بيدينا اللي احنا سائلين، بيدينا نفس الايه؟ الاغماء بتاع المنعكسات العصبيه. كمان كبار السن عندهم باركنسون احيانا، فعنده شلل رعاش بينشط او بيخلي الجهاز العصبي الذاتي برضه ضعيف شويه، فيدينا ايه بقى؟ الاغماء اللي هو نتيجه انخفاض الضغط الوضعي مع تغيير الوضعيه، تلاقي كبير السن ايه؟ وقع. كمان نقطه ان كبار السن عندهم حساس العطش في الدماغ ضعيف شويه، ما بيحسش بالعطش، ولذلك دايما عنده جفاف، ودايما كميه الميه في جسمه اقل، وده بيدخلنا في حاجه اسمها هايبوفوليميا، اللي هي انخفاض في حجم الدم، وبالتالي برضه هو عرضه لمين؟ ليه؟ عرضه برضه لانخفاض الضغط. وكذلك برضه هو بياخد ادويه، يعني لو بياخد ادويه للاكتئاب، او بياخد ادويه للشلل الرعاش، او ادويه السكر، ادويه الضغط، كلها مدرات البول اللي هو بياخدها للقلب، برضه تخليه عرضه اكتر لنوبات الاغماء. نيجي للحوامل برضه كسن، يعني ايه؟ عرضه اكتر ل فترات الاغماء وفقدان الوعي المؤقت. اكتشفوا ان الحمل طبعا والرحم مليان بالميه، وفي جنين له وزن تقيل، فضغط لنا على الشرايين او الاورده اللي طالعه ايه؟ اللي طالعه من تحت للقلب، فبيقلل الدم اللي رايح لمين؟ للقلب، فبالتالي الدم اللي رايح للمخ بيقل، فهنا عرضه لو حتى نايمه على ظهرها الحامل عرضه انها تدخل في سنكوب اللي هو الاغماء.
انت خايف حضرتك بتقولي في الحوامل انه هيبقى حاله الاغماء دي اثناء الولاده مش اثناء فتره الحمل. لا 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 الحمل عشان وزن الرحم. دي نقطه يعني سبب من الاسباب. في سبب تاني ان البروجسترون اللي هو الهرمون الاساسي بتاع الحمل ده بيضعف لنا هنا الحساس اللي بتاع الضغط هنا، وبالتالي الضغط بيتخفض والمخ ما عندوش علم، لان المخ هنا بيرد المفروض ان هو يرد بفازو كونستريكشن اللي هو تضييق في الشرايين والاوعيه فيرفع الضغط، لكن هنا ضعيف نتيجه البروجسترون عالي فما يردش بحاجه فالضغط يتخفض. كمان البروجسترون ده هو بيزود لنا توسعه، بيعمل لنا توسعه في الشرايين والاوعيه الدمويه في جسم الحامل، برضو ده يخليها عرضه ليه لو قامت وقفت مره واحده يحصل لها انخفاض في الضغط فيغمى ايه؟ فيغمي عليها. فدي اسباب بتخليها هم اكثر عرضه شويه يعني. برضو من الاسباب اللي ممكن اسال حضرتك يعني وما اعرفش معلومتي طبيه ولا دراميه، انه الشخص لما يكون عنده نزيف مستمر اتجرح او الى اخره احيانا بنشوفها انه بعض الاصابات هو ما تعرضش لاي حاجه سيكولوجيه ولا فسيولوجيه غير ان هو حصل له قطع في شريان او في شيء ما. لو كميه النزيف كبيره زي مثلا واحد اتعرض لقيء دموي، او سيده مثلا تعرضت ل تعرضت مثلا لنزيف من الرحم نتيجه ورم مثلا، او نزيف في البول شديد، طبعا يعمل هايبوفوليميا اللي هي نقص في حجم الدم، ونقص حجم الدم يعمل لنا انخفاض في ضغط الدم فيخليه عرضه للاغماء لما يكون قاعد ويقف اللي هو الاغماء الانتصابي ده بيخليه عرضه، او منظر الدم نفسه عمل له ايه بقى؟ عمل له الاغماء اللي هو بتاع المنعكسات العصبيه بتاع العصب الحائر. سايكولوجي لا مش سايكولوجي، ممكن سايكولوجي وممكن اللي هو رده فعل من العصب ان هو بطل ضربات القلب ووسع الشرايين فينزل الضغط، يعني ممكن ده وممكن ده علاقة النزيف بالإغماء. طيب احنا كده عملنا جولة سريعة موسعة في كل الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى حالة الإغماء. حضرتك قلت معلومة تصنف يعني لطيفة ومخيفة في نفس الوقت، إنه ممكن الواحد يجي له حالة إغماء أو حالة فقدان وعي مؤقت وترجع طبيعيا يعني بعيدا عن كل هذه الأسباب، ولكن عادة انه تدخل بدون تدخل. لو حد موجود فاكيد الطبيعي انه الشخص الاخر بيبانك او بيجي له حاله هلع انه صديق اب ام يعني اي حد اللي جنبه اغمى عليه طبعا بالمصطلح الدارج يعني طبعا. فالمفروض نعمل ايه؟ اللي هو مين يعمل ايه؟ الشخص المسعف. الشخص المسعف احنا بقى على حسب السبب يا استاذ احمد. دكتور ما حضرتك بتقول على حسب السبب بصفتك طبيب، بس انا كمواطن كانسان عادي قاعد في البيت مع اسرتي زوجتي امي ابويا اي حد من يعني حصل له حاجه زي كده اكيد انا مش عارف الاسباب، الا لو كان في نوع من انواع العوارض اللي احنا يعني عارفينها بحكم تاريخه المرضي، بس لو ما نعرفش حد اغمى عليه في الشارع وقع قدامي اكيد لازم اسعفه. طيب يعني طبعا هو الشخص لما بيقع احنا قلنا حالات فقدان الوعي المؤقت هي بتشفى من ذاتها، ولذلك انا عايز اركز على نقطة الناس بتغلط فيها في التعامل مع مثل تلك الحالات. بعض الناس يعني هو هيقع في الارض خلاص الدم هيوصل للمخ هيفوق مش محتاج حاجة، لكن انا ممكن اساعده بيه، ممكن ارفع رجليه على حاجة عالية شوية ده تساعد على رجوع الدم للمخ، وان كان دي برضو مش محتاجينها في الحالة دي بس حاجة نعملها ممكن تفيد. تاني حاجة مش عايز بقى ايه واحد يقع في الارض ان يشربه مية نحط على وشه مية، يعني لان ممكن يدخل الميه دي في الرئه ويعمل لنا التهابات رئويه، فانا عايز اركز اكتر على اللي احنا ما نعملهوش لان هي الحاله هتستفيق لوحدها. هي بص يا دكتور معروفه يا يعني اما ندشله فحل بصل بتتقال كده او هاتوله كلونيا. هو تصرف يعني شعبي دارج بين الناس، لكن ما اعرفش هل تاثيرها الطبي. هم بيحاولوا يعملوا اي حاجه الناس، بس احنا بنقول ان دي مالهاش دي ممارسات غير طبيه، ممارسات شعبيه يعني متداوله، وممكن انها بتنشط الجهاز العصبي ولا حاجه، مش منبهات يعني خارجيه ما فيش لا باس بيها يعني. المهم ان احنا ما بنعملش حاجه اللي هي تضره. يعني مثلا لو هو في حاله تشنجات تمام، مش ده سبب من اسباب فقدان الوعي المؤقت؟ في ناس مثلا تحاول انها تفتح بقه بالعافيه ده ممكن يؤدي الى كسر في الفك. انا بسمع احيانا مصطلح الدكتور يقول لك عض لسانه، طب انا ما اعرفش يعني ايه مع حالات التشنجات فنحاول ان انا ايه افتح بق عشان اشوف الدم جاي منين ده غلط. هو بيتشنج اسيبه يخلص تشنج، طب اعمل انا ايه؟ افتح له الزرار عشان يتنفس هواء، اعزله من منطقه خطر مثلا في مطبخ ونار وكده اعزله بعيد عن المنطقه الخطر، استنى لما التشنجات تهدى خالص وبعدين احطه في وضع اسمه وضع الافاقه اللي هو ينام على جنبه ورجليه ايه رجل فوق الرجل الثانيه على جنبه اليمين او الشمال،
ده وضع الافاقه، ده اللي انا اقدر ايه اعمله، لكن لا احاول يعني امسكه ينام على وهو بيتشنج احد جنبيه على كتفه، على احد جانبيه ورجل فوق الرجل الثانيه، ده اسمه وضع الافاقه. طب دي معلومه مهمه جدا. طب معلومه مهمه، لان اغلب الناس هترتبك وهتبتدي تخبط على وشه او تضربه او تهزه. بس انا بتكلم على حاله ايه، حاله التشنجات. وكذلك الحاله الثانيه هيفوق خلاص، اللي هو نقص في الدم، ترويه الدم للمخ، ده هيفوق لوحده مش محتاج اي حاجه خالص. لكن حاله التشنجات يا جماعه بلاش نعمل الحاجات دي، بلاش ان انا احاول افتح بقه بالعافيه او امسكه وهو بتشنج، الحاجات دي هتؤدي الى مخاطر. انا اعزله واسيبه خالص تشنج، وبعد ما يخلص خالص هنيمه على جنبه واستدعي الطبيب بقى. طب انا اسف هنا حضرتك يعني برضو بتتعامل بثبات انفعالي بحكم ان انت الدكتور، يعني هل متخيل ان انا صديقي او قريبي متشنج قدامي وانا الدكتور قال لي ما تعملش حاجه، طب انا المفروض احسب له قد ايه خلص تشنج؟ ما هو برضو كل حاجه كل شيء زاد عن حده قد يقلب الى شيء اخر. التشنجات ما بتعديش اصلا، انا مش هقدر ان انا اتدخل كشخص عادي في وبيحصل تشنج، مش هقدر اعمل حاجه. هو في المستشفى ممكن يديله حقنه في الوريد وهو بتشنج، لكن انا كشخص عادي صديقه مش هقدر اعمل حاجه، الا الحاجات اللي احنا قلنا عليها بلاش منها علشان ما اضروش بس. اما لو حاله مثلا نقص سكر في الدم، وانا عارف مثلا والدي او والدتي دي عندها سكر وما اكلتش، ناس تفطر وخدت العلاج، فهنا في احتمال كتير كبير ان يكون في نقص سكر في الدم، مش هغرم حاجه لما لو هي يعني الوعي موجود ان انا اديها شويه مكعبات سكر من 4 لـ 8 مكعبات سكر او عسل ابيض في البيت موجود ولا حاجه عشان ايه يرجع لنا. فقد الوعي؟ لا فقد الوعي لا، لو هو لسه في وعي موجود هيستجيب، لا يفتح بقك هيفتح، لكن مش هيفتح بلاش. طب انا اسف كده بالمصطلح الدارج يا دكتور، ده اللي هو اسمه انا مدروخ او انا حاسس بدوخه، دي بقى حاجه ايه اسمها بري سينكوب او بري اكتل، يعني ما قبل الحدث نفسه، ما قبل الاغماء، بيكون الشخص لسه ايه لسه هيدوخ بيتهيأ. هنا بقى بندي ايه تعليمات بيتهيأ للوقوع ارضا، وبتاخدش غير ثواني معدوده. فهنا احنا بنقول للشخص اذا حسيت بدوخه او زغلله في عينيك وانك انت هيغمى عليك، يا ريت تقعد فورا وتحط ايه راسك ما بين الركبتين، ده لو انت ايه مفيش مجال انك تنام، لكن لو في مجال انك انت تستلقي على الارض هيكون افضل وافضل. احط راسي ما بين الركبتين وهو قاعد على الكرسي، كان وضع صليان، كان وضع صليان، بحيث ان انا انزل الجبهه ايه تحت، بحيث ان الدم يوصل اسهل للمخ على طول. هو ما فهمتش دلوقتي، احنا نرفع الرجلين عشان الدم يوصل ولا ننزل الراس؟ لو هو واقع على الارض هنرفع الرجل، تمام. لو هو قاعد على كرسي هيحط راسه بين ركبتين، يبقى كده انا بنزل مستوى الايه الراس عشان يوصل لها الدم، اوكي. اما لو هو واقع بالفعل برفع رجليه لو هو مستلقي على الارض، تمام. دي حالات البري او اللي هي ما قبل، اللي انا اقدر اعمله كصديق يعني او جار او كده. طيب هل بنستوجب بقى الحالات انه ننقل شخص مستشفى؟ دي نقطة مهمة جدا. في حالة مثلا واحد دخل يطفي حريق، في دخان شمه فنزل الاكسجين في الدم، وقع اغمى عليه، طلعوه الناس بعد شوية فاخدوه راحوا الاستقبال او الدكتور في العيادة، خلاص ده انتهت قصته، معروف السبب وانتهت قصته، ده هيروح ما فيش اي مشكلة خالص لان السبب معروف. حالة اختناق. حالة اختناق عادية وفاء منها خلاص، لا محتاج ادوية ولا محتاج اي شيء. لكن في حالات تانية بقى احنا بنقول لا ده يدخل مستشفى يا جماعه، اللي هي انهي حالات بقى؟ الحالات اللي فيها مثلا قياس الضغط الانقباضي الاقيه 90 اقل من 90. الضغط الانقباضي احنا دايما الضغط 120 على 80 بالنسبه للشباب، اللي فوق بنسميه انقباضي، التحتاني بنسميه انبساطي. لو الانقباضي اللي هو 120 ده اصبح اقل من 90، ده لازم يدخل مستشفى علشان يكمل فحوصات. لو حاله الاغماء كان اثناء الجري، يبقى ممكن يكون ايه كاردياك سينكوب اللي هي اغماء قلبي، نبضات قلب، او شعر قبلها بضربات قلبه عاليه قبل ما يقع مباشره، هنا برضو انا ايه شكي بيزيد ان يكون في حاجه في القلب، يبقى لازم يدخل يكمل فحوصاته علشان نحدد السبب ونديله العلاج. يعني ممكن توصل لحد قسطره في القلب لو هي ذبحه صدريه ادت انخفاض في ضغط الدم، قد تصل الى حد قسطره فوريه كمان، فده لازم يدخل ما يروحش. ده حالة زي مثلا غيبت في انها تفوق، زي حالات هبوط السكر، انا لازم ادخله قياس السكر، السكر الطبيعي الصايم من 70 لـ 110، لو اقل من 70 يبقى احنا كده بنسميها هايبوجلايسيميا، يعني هبوط في السكر، ده لازم يتحجز، عايز اشوف ليه السكر هبط منه السبب عشان ما تتكررش تاني، واعلق له كمان جلوكوز 25% وريدي علشان يسعفه، لان نقص السكر يا استاذ احمد خطير جدا
على المخ، ممكن يسيب اثر دايم، وممكن يعمل لنا شلل نصف، وممكن يدخلنا في غيبوبه، فلازم احنا نلحقه بسرعه. طب دكتور انا اسف، لو الحاله نقص السكر ده مرتبط عندنا بكلمه دارجه، وهي كلمه يعني في ثقافتنا اليوميه، يقول لك اصل الكوما جات له، وكان انا مهيئ دوما انه في حد هيجي له كوما، دايما بتكون مربوطه بالسكر، فممكن بس تفهمني الغيبوبه زي ما قلنا انها انخفاض شديد. الكوما هي الغيبوبه يعني؟ الكوما هي الغيبوبه. بس الترجمه يعني الكوما ترجمه انجليزي والغيبوبه عربي. ماشي. فطبعا الغيبوبه بتاعت السكر نوعين، غيبوبه انخفاض في السكر ودي اخطر، وغيبوبه ارتفاع في السكر ودي مش اخطر، دي اقل خطوره. فطبعا مريض السكر لازم الناس المحيطه بيه تكون عارفه المعلومه دي، ودي ليها اعراض وليها ليها اعراض. تمام. يعني انخفاض السكر هيكون شخص لقوا الجعان، شعر بالجوع جامد جدا، متوتر جدا، لونه يتخطف، ممكن يكون عايز يرجع، في رعشه في ايديه، بعد كده ممكن يدخل في توهان، بعد كده ممكن يدخل في تشنجات، حتى بعد كده يدخل في غيبوبه، وممكن يحصل عنها زي ما قلنا شلل نصف. فهي ليها اعراض معينه لازم احنا نكون واخدين بالنا منها. عرق طبعا، يبل جسمه كله، يبل ملابس كلها ميه، العرق، عرق نقص السكر، عرق شديد جدا، ده مميزه ليها جدا. طيب انا اسف، يعني اسمح لي ان انا يعني اطلب منك تعيد الاعراض تاني مره تانيه لمن يجهل هذه الاشياء. طيب يعني في ناس اوريدي انا عارف ان والدي عنده السكر، عارف انه حد في العيله عندي، فبالتالي في فحوصات والى اخره، فعارفين انه عنده سكر، فبالتالي انا اعتقد هكون مهيئ نوعا ما للتعامل مع مثل هذه الحالات. تمام. الشخص اللي ما يعرفش ممكن تعيدهم ببساطه؟ هنعيدها ببساطه. احنا دلوقتي ايه اللي ممكن يدخلنا في هبوط في السكر؟ المريض خد جرعه وما فطرش، او اكل حاجه بسيطه، او خد جرعه زياده، فده يبدا دخلنا في هبوط السكر في الدم. هبوط السكر في الدم بيمر بمراحل، مش كلها زي بعضها. المرحله الاولى ان هو بيكون جعان جدا، يعني هو ذات نفسه بيقوم يدور على الاكل، او بيقول لهم هاتوا لي اكل، مع عرق شديد جدا، مع توتر، مع رعشه، او شعور بالقيء. وممكن يدخل فيه بعد كده مرحله لو ما لقاش اكل او كده، ومحدش يعني اعطاله حاجه، يدخل فيه توهان اللي بنسميها كونفيوجن، يتوه عن الناس اللي قاعده، وعرق طبعا ايه، يتصبب عرق كل جسمه. بعد كده ممكن يدخل في تشنجات، وممكن يدخل في شلل نصفي، وممكن يدخل لنا بعد كده في فقدان وعي مؤقت، واللي ممكن تطول وتدخل غيبه كوما. انا اسف، كل المراحل اللي قلتها دي مراحل، دي مراحل عارف اللي هو ديجريز، ولكن في الاخر المفروض ان انا كمسعف او كشخص يعني بشخص بعض الحالات، أنا ان انا احاول ان انا اوقف تطور هذه المراحل، صح؟ بالظبط. هو لو في مرحله لسه مبكره، اللي هو لسه الوعي معانا حاضر، او حتى لو متوه، مجرد ان انا اقول له خد السكر ده، او خد معلقه سكر او عسل ابيض او اي حاجه، اي بونبوني تحت اللسان، اما دخل في الغيبوبه يبقى هنا هنضطر ان انا ايه، انقله المستشفى عشان ياخد وريدي جلوكوز 25% 50 مللي. غيبوبه السكر لازم شرط اساسي يتنقل المستشفى، ما ينفعش اعالجه منزليا؟ لا لا لا، يعني في ناس بتحط حاجات سكريه، هو لو فاق بقى خلاص، هو لو فاق، وهو انا شفت الحالات دي اصلا، لا 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 لا، تم حاله الاغماء، لا ده هو حطوا له حاجات السكر نزل مستوى، اصلا لما وصلنا للاغماء معنى كده ان السكر وصل لمستويات منخفضه جدا. لا، ولازم بسرعه جدا ان احنا ندي سكر جلوكوز. الجلوكوز نقص السكر عن المخ بيسبب مشاكل ممكن مستديمه. ايوه، عشان كده بتلاقيهم يا دكتور بيحطوا له معلقه عسل في بقه وهو مغمى عليه، على انه يعني في ناس بتاخد عسل كده وتعمل في بحيث ان هو يبدي يمشي الغشاء المخاطي للفم برضه، بس مش هيكفي لان الانخفاض شديد، يعني لازم دريب جلوكوز 25%. ما ينفعش يبقى في نوع من انواع العلاجات المنزليه؟ طب فرضا انا لوحدي، لا في الحاله دي لا، لا في الاغماء لا، تصرف طبيب بقى هنا. في حاجه مثلا يعني زوجه لا حول لها ولا قوه، زوجها لو هي ممرضه هتجيب الكوز وتعلقه. لا انا فاهم، لا انا قصدي انه يعني في الاخر انه لحد ما انا الاقي عربيه، لحد ما اعرف ان انا اتصرف، ما فيش وسيله، طفل او زوجه او اي شخص، طالما دخل في الغيبوبه الحاجات اللي احنا نقعد نديها له في البق ده مش هتكفي، مش هتكفي، وعامل الوقت ضروري جدا، انا ما اقعدش احاول اضيع الوقت كله على حساب المخ، خلايا المخ بتتاثر جامد جدا. الجلوكوز هو مصدر الطاقه الاساسي لخلايا المخ، دي معلومات مهمه، غير اي عدو، غير اي عدو تاني، غير العضلات، غير القلب، ممكن يستعملوا دهون ويستعملوا اي حاجه، اما المخ جلوكوز هو الغذاء الرئيسي بتاعه، ولو نقص بيأثر عليه جدا. تمام. في هذه الحاله بقى هتدفعني لسؤال اخر. انا ازاي امن نفسي من مثل هذه الحالات؟ المفروض انه في ناس بتعمل، يعني دايما في ناس بتعمل تشيك اب، ودول نوادر بصراحه، يعني اللي هو بيروح يعمل تشيك اب على الضغط، السكر، الدم، كل فتره. مفيش حد بيعمل تشيك اب على الوعي.
لا، اصل حاله الوعي يعني المحيطين بالانسان هياخدوا بالهم طبعا، كلنا عارفين طبيعه الانسان، مع طبيعه الوالد طبيعه الوالده، او اي تغيرات في السلوك، اي تغيرات في ملامح، حتى الوجه لونه مخطوف عرقان، احنا بنلاحظها طبعا، اللي حوالينه بيلاحظوه، فدي حاجه تعتمد على ملاحظه، قوه ملاحظه الشخص اللي حواليه يعني، الاسره ودرجه ثقافتهم على ما اعتقد، ودرجه الثقافه طبعا. اصل ده هتلاقي يا عيني ما كلش، عارف اللي هو ولازم كلام امهات، اصله تعبان، اصله مقهور، اصله ما كانش، يعني ممكن طبعا يعني، بس مش محدش ثقافة. هياخد محدش هياخد الكلام اللي حضرتك بتقوله كمحمل طبي. وبعدين احنا عندنا دلوقتي اجهزه السكر اللي هي المحموله يعني في كل المنازل، اللي سهله جدا، لو مجرد ان انا بس اشك ان انا والدي او والدتي متغيره، بشوف اعمل تيست على طول واشوف مستوى السكر لو هو منخفض او مرتفع، والتصرف مع الطبيب افضل في المستشفى طبعا، ما اعتمدش على تصرفي انا كراجل غير متخصص. ممكن في حاجات ليها علاقه بالفيرست ايدنج اللي ممكن تتعمل بالنسبه لمين؟ بالنسبه مثل هذه الحالات، سواء احنا السكر خلاص فهمنا، احنا وقلنا التشنجات برضو، احنا مش هنتدخل بالطريقه اللي احنا قلنا عليها، بلاش كذا بلاش كذا، وننقله في بيئه امنه، وياخد وضع وضع الصدمه اللي هو رفع الرجل، ووضع الافاقه اللي هو ينام عليه على جنبه، وكمان بننصح بقى المريض اللي هو لما يقوم يقف يدوخ ويجي واقع في الارض، بننصحه ان احنا نرفع راس السرير، ينام السرير راسه مرفوعه شويه، ده بيقلل تاثير الجاذبيه الارضيه على ضغط انخفاض ضغط الدم، وبننصحه ان هو اول ما يقوم ايه، يقعد على حرف السرير لمده دقيقه، دي هتفرق معاه جدا، لان هتعمل ايه ادابتيشن، الجسم بيبقى ايه بيتاقلم مع ايه مع الوضع الجديد. ولما يقوم حتى يقوم بالراحه، طب حس بان هو بيدوخ، يقعد بسرعه على حرف السرير الثاني، ويحط راسه بين ركبتينه، او ينام مستلقي على السرير. لا حضرتك بتقول ده في 3 دقائق. لا في 3 دقائق تاخير. التاخير على ايه؟ بتتكلم عني. لا انا مش هروح، انا هقوم على طول وادوخ وافقد توازني، مش هفقد وعي، واكمل مشواري عادي. لا ما هو وبعدين لا ما اعتقدش ان هي في حد هيقعد، عارف دايما بيبقى الشخص اللي قام كده يبقى متسربع زي ما بيقول. هو الناس كلها فعلا هي العجله، هي داء الانسان الاساسي انه مستعجل دايما. وعلى فكره الوعان بقى مش لازم يحصل جنب السرير على طول، الانخفاض الضغط الوضعي بيحصل على 3 مستويات، ممكن اول ما يقوم من السرير يقع في نفس المكان، وممكن يعني يتمشى شويه ويوصل الحمام وبعدين يقع. دي حاجه اسمها الكلاسيك، ده الشكل الكلاسيك. في بقى الشكل الديليد اللي هو المتاخر، يدخل الحمام ويتوضا ويصلي ويفطر ويقوم مثلا راح يشرب ميه يجي واقع. اوكي متاخره جدا، معاك من 3 دقائق ل 30 دقيقه اللي هي متاخره دي، من بعد وان من السرير الصبح مثلا، او قعده طويله يعني، اي قعده. ده تعب نفسي والله. ما هي درجات انخفاض الضغط الوضع ده نتيجه المقاومه مره واحده، ده حصل له الحاجات دي كلها. الفحوصات طبعا كتيره. طب قبل الفحوصات اسمح لي، مثلا في حاجات تصنف يعني عوارض خارجيه تؤدي الى فقدان الوعي، يعني مثلا ممكن تلاقي انبوبه غاز مفتوحه. ففي ناس بعيدا عن الدراما والخطف والعصابات والى اخره، حط حاجه في منديل شممها لحد، ففي حالات بعض الحالات اللي ليها علاقه بالخطف مثلا، انه هي ماده مخدره او ما اعرفش بتكون ايه بالظبط والى اخره، يعني في الاخر تعرض هذا الشخص الى استنشاق شيء ما ادى الى ان هو يفقد وعيه. تمام. كيف نتعامل مع هذه الحاله بعيدا عن حالات الاختناق المتعارف عليها في الحرائق؟ برضه يعني هو زي ما بنقول ان دي حالات كلها فقدان وعي مؤقت، المفروض انها في ضمن التعريف بتاعها انها تستفيق ذاتيا بدون اي حاجه. اذا الشخص طولت المده انا باخده على المستشفى، لان بقى هيتم بحث المساله. ما هو ممكن يكون اللي مش في بالي، يعني ممكن اقول ان هو اختناق وهو مش اختناق، ممكن يكون ذبحه صدريه، ممكن يكون اي حاجه تانية، تشنجات حصلت للمريض وانا ما شفتوش مثلا. فيعني برضو لازم نتحسب لكل الاسباب، لان الاسباب عديده جدا، والميس دياجنوزس هنا شائع اللي هو التشخيص الخاطئ من الطبيب، ما بالنا بقى بالناس العاديه. يعني انا عرفت حد دخل مستشفى، ما اعرفش، عارف بعض الروائح اللي هي ليها علاقه بالمواد المطهره او ما اعرفش يعني، واغمى عليه عادي. في حاجه اسمها قسم السموم، يعني احنا اي سموم ما هياش تبع المخ والاعصاب اساسا، انك تشم سم ولا حاجه، دي حاجات تبع قسم السموم، بيتعامل تعامل خاص خالص يعني، لا متخصصينها في المستشفى طبعا، مش في البيت. تشمل غاز الطبخ؟ مش كل حاجه هنعالجها في البيت. لا انا فاهم، تشمل غاز الطبخ؟ ما هو المفروض ان هو غاز سام وبيتحط له يعني ماده عشان والله لو وصلنا لمرحله مثلا الجسم بيزرق بقى والاغماء، لا ده هيحتاج اكسجين، والله اعلم حصل ايه في الرئه، ويحتاج فحوصات ويحتاج حاجات تانية، لازم برضه في مستشفى، مش هنقدر انا كشخص جنبي منه اعمل له حاجه.
طيب اهوله كده مثلا بهوايه يعني ادخل له اكسجين مثلا، بس هو مش مشكلته في الاكسجين، ممكن يكون التهاب رئوي او برونك الازمه اللي هي حساسيه الصدر. بس هسألك دكتور سؤال، هو يعني هو خارج وداخل الموضوع، تقييم حضرتك لنسبة الوعي المجتمعي اللي عندنا في التعامل مع مثل هذه الحالات؟ احنا ثلاث ارباع اللي قلناه له علاقة بالدراما والثقافة المتوارثة، بصل كولونيا، ارفعوا رجليه، هولوا، رشوا عليه مية، يعني بعض الحاجات اللي احنا عارف ما وجدنا عليه ابائنا فعلا. فوعينا كمجتمع في التعامل مع مثل هذه الحالات، شايف ان احنا عندنا وعي؟ لا لا، هي مشكله طبعا، يعني هي مش هنقول ما فيش وعي، لو قلنا ما فيش يبقى ظلمنا ناس كتير، لان في ناس ياما كتير مثقفه برضو، ولو قلنا ان الكل مثقف يبقى برضو اخطانا، يعني في ناس برضو ما عندهاش فكره فعلا، ناس بسيطه يعني. فمثل هذه الحلقات ومثل هذه القنوات طبعا وظيفة الأساسية بتاعتها تثقيف الناس وزيادة الوعي الصحي. أصل first aiding أو الإسعافات الأولية دايما بتركز مثلا على الحروق، الكسور، بالظبط، النزيف والجروح، بس ما جاش في بال حد انه لما حالات الاغماء واكتشفت ان وضع الصدمه ووضع الافاق على الحاجات دي بعيد عن الناس، يعني ممكن تكون تمريض دارسها ولا حاجه، يعني هو اللي ممكن يعمل الكلام ده يعني. احنا ما عندناش غير البصله بس والحاجات اللي الشائعه الكولونيا. طيب هل محتاجين نعمل فحوصات دوريه في حال تكرر حالات فقدان الوعي؟ لا، فحوصات ده اساسيه جدا، وخاصه لما اشك ان الحاجه دي وراها حاجه في القلب. لذلك يعني في قاعده اساسيه بنقول ان كل واحد دخل في فقدان وعي مؤقت بيدخل على رسم قلب ما فيهاش كلام. من اول مره؟ من اول مره. معلش، ما انا دلوقتي انا جايه لحاله فائت، هي اساسا فائت، فانا ما شفتش الحاجه بعينيا، انا لو شفت بعينيا هحكم عليها، ممكن احكم عليها يعني، ممكن اسال برضو، دي طريقه من الطرق يعني. لكن الفحص كل الحالات اللي تعرضت لسنكوب اللي هو فقدان وعي او فقدان وعي مؤقت يعني او اغماء، لازم تدخل على رسم قلب، علشان لو في مثلا انجينا اللي هي ذبحة الصدرية ده بيكمل معانا بقى، وممكن يوصل للكسترة كمان. كمان حاجة اسمها رسم قلب بالمجهود، لو القلب فيه مشكلة بتظهر في رسم القلب بالمجهود ده، ولا اثناء الجري او بيغمى عليه او بيدوخ اثناء المجهود، ما هي اللي هي العجلة الدوارة التريدميل. فدي برضو اختبار من الاختبارات. كمان انا ممكن اسحب عينة دم واشوف حاجة اسمها تريبونين او انزيمات القلب، لانها لما بيحصل جلطه في القلب الانزيمات دي بتعلى، فده بيكون انديكيتور ليا انا، مؤشر ليا ان في مشكله في القلب، وان الاغماء حصل نتيجه ايه؟ نتيجه مشكله في القلب اللي هو الكاردياك سينكوب، اغماء قلبي. برضو ممكن نحلل الصوديوم، لان الصوديوم لو نازل برضو بينزل لنا حجم الميه في الجسم وينزل لنا ضغط الدم، فبرضو الصوديوم احلله، الجلوكوز احلله عشان برضو اشوف هو نازل ولا لا. حتى انا اسف يعني كده ممكن باجابه مختصره انه الشخص اللي ممكن يتعرض لحاله فقدان وعي مؤقت انه واجب عليه انه يعمل فحوصات دم. طبعا انا احلل كل شيء مفرد ما اروح اعمل صوره دم. لا ده الكلام ده كله هيتعمل يا فندم في المستشفى. الكلام ده انا خلاص انا حجزت في واحد شكيت فيه وبدات ان انا احجزه وكتبت له فحوصات كلها تتعمل. حتى من ضمن الفحوصات كمان رسم المخ لازم يتعمل. أشعة مقطعية المخ، اللي عندنا حاجة اسمها سابر اكنوت هيمرج اللي هي النزيف تحت العنكبوتية، بتعمل لنا برضه كل ده من حالة واحدة؟ يعني ايه؟ يعني انا قاعد معاك دلوقتي فقدت الوعي. هل بعد ما كل الأسباب احنا بنتكلم فيها دي فقدان وعي مؤقت؟ لا يعني لا، هي حصلت لي مرة واحدة وخلاص، يومي عدى وخلاص الدنيا تمام. عارضة، ده حاجة عارضة يعني. امتى بقى؟ أصل في ناس احترامي الكامل هتستصعب المجهود، معلش هتستصعب التكاليف. ما حضرتك مثلا النزيف تحت العنكبوتية ده ممكن يحصل للإنسان مرة في العمر كله. تمام. بس مره قاتله لو اتثابت، ده خطير جدا، حتى بيعمل نوع من انواع الصداع اسمه ساندر كلاب اللي هو صوت الرعد، فهي حاله مش سهله ابدا، وممكن تكون مره واحده في العمر. فهي الحكايه مش حكايه ان انا لازم تتكرر عشان اروح اعمل فحوصات، لا، حتى لو من اول مره برضو يعمل فحوصات. الاشعه المقطعيه المخ تبقى هتبين ممكن جلطه، هتبين نزيف في المخ، ممكن نعمل رسم مخ كمان عشان يبين لنا البؤره الكهرباء اللي هي كل شويه تطلع اشارات كهرباء زياده وتعمل لنا التشنجات، برضه هيفيدنا في كده. اذا طلع كل الكلام ده هو نيجاتيف ما فيهوش حاجه، بدخل بقى على الاختبار الفاصل اللي هو ايه بقى، حاجه اسمها تي تي تيست، اللي هو ايه، تلت تيبل تيست، اختبار الطاوله المائله، وهنقول كلمتين عنه. ده يعني زي سرير كده متحرك، زي دراع كده المريض بينام عليه، وبنبدا نرفع المريض من الزيرو، من المستوى الزيرو ل 15 درجه ل 30 ل 70. الفكره ان انا 70 اوكي، او ممكن اقرب للوقوف وممكن درجه قائمه كمان.
ده الفكرة ان التست ده بيكشف لنا انهيار الضغط او انخفاض الضغط مع تغيير الوضعية الايه الجسم. يعني هيشخص لنا مين؟ هيشخص لنا انخفاض الضغط الوضعي. فاذا حصل طبعا انا معايا جهاز مونيتور بيقيس نبضات القلب وبيقيس ضغط الدم، فمع كل ارتفاع هيتخفض الدم وهتلاقي الشخص دخل في غيبوبة. كده انا شخصت ايه؟ كده شخصت ان السبب جاي من انخفاض الضغط. طيب كمان بتفرق لنا لو الشخص كان عنده تشنجات، بنيم المريض برضه وبرفعه. احيانا نزول الضغط يعمل لنا تشنجات، يعني التشنجات ممكن تكون ناتجة، شوف التداخل بقى حضرتك، عن انخفاض الضغط الشديد اللي هي حالة الإغماء، وممكن تكون بؤرة كهرباء زيادة بتطلع كهرباء فحصل له تشنجات. ازاي افرق بين التشنجات هي جات من انخفاض الضغط ولا جات من البؤرة الايه الكهرباء؟ الاختبار ده يبين لنا الفرق ما بين دي ودي. اول ما هينام على السرير ده ويترفع الضغط هينزل، هيحصل له تشنجات وهو ايه على السرير، فكده اعرف ان الايه التشنجات اللي حصلت هي جايه من انخفاض الضغط وليس من بؤرة الكهرباء. بس الاختبار ده على فكره ما هو سهل، لازم المريض اللي يدخل عليه يكون فري تماما، نورمال تماما، القلب بتاعه زي الحديد ما فيهوش اي مشاكل خالص. يعني ما ينفعش نعمله للمريض عنده جلطه في القلب او جلطه في المخ، لان الضغط هينزل معانا فيضر الحاجتين ايه النتائج الحاجتين دول. عندنا اختبار ده بسيط جدا جدا، الدكتور اي دكتور لسه متخرج ممكن يعمله في الاستقبال، وهو قياس الضغط بس بطريقه معينه. انا عايز اعرف اللي حصل له الاغماء اللي حصل له ده جاي من انخفاض الضغط اللي هو الوضعي، ولا جاي من القلب، ولا جاي من بؤرة كهرباء زيادة، ولا من ايه، ولا نزول السكر. فانا هقيس له الضغط وهو نايم، وبعد كده اقومه يقف، اقيس له الضغط وهو واقف. اذا الضغط الانقباضي اللي هو فوق، احنا بنقول 120 على 80، اللي فوق اسمه انقباضي والتحت اسمه انبساطي. اذا الضغط الانبساطي قل بمقدار 20 والانبساطي قل بمقدار 10، بيتشخص ان هو انخفاض ضغط دم وضعي اللي هو ايه الانتصابي، ان هو لما وقف الضغط نزل، فده تشخيصه خلاص سهل. بدور بقى على ايه؟ على السبب، لان دي ذات نفسها لها اسباب. احنا قلنا ساعات ممكن يكون مرض سكر مأثر على الجهاز العصبي الذاتي، ممكن يكون واحد ما بياكلش ولا بيشرب زي كبار السن، ما بيشربوش ميه كتير، ممكن يكون حد نزف كان عنده نزيف ولا لا، لذلك برضو تحليل البول والبراز عشان لو في دم فيهم برضو ممكن ان هو ايه ينبهنا ان في حالة نزيف. فده اختبار سهل جدا برضو احنا بنعمله. دي بالنسبة للفحوصات. يعني طب انا هكلمك بصراحة شديدة، هذه الدقائق الاخيرة هي بصراحة ما حدش عاملها. تمام، ما في احنا ثقافتنا كشعوب ما بنروحش للدكتور غير لما نتعب. فكرة ان انا مشكلة ان انا اروح اعمل كل البروسس اللي حضرتك قلت عليه ده عشان واحد مجرد فقد الوعي 5 دقائق ولا دقيقتين، ما اعتقدش انه دي ثقافتنا. الا لو سياسه الترهيب، يا جماعه ده يؤدي الى كده، فلو سمحتوا لو حصل الموضوع ده لا نستهين به. ما احنا بنقول بقى مده الاغماء، مده الاغماء مهمه جدا. يعني هو لو كانت طويله شويه فممكن تكون هبوط في السكر، ممكن تكون تشنجات، ممكن تكون كمان حاله من جلطه في المخ. ثلاث اسباب بيطول لنا المده شويه. لما المده تكون خفيفه، يعني فجاه اغمى عليه وفجاه فتح عينيه، خلاص انا ما بقلقش، بقول لهم اطمئنوا، الحاجه اللي هي السريعه دي. اما لما بتغيب مده، هنا انا اشك كشخص عادي واخد الحاله اوديها للطبيب او للمستشفى. ده على صعيد انه ده فكره عامه يعني عشان الناس تتحرك. طيب هل في حاجه ليها علاقه بالاطفال؟ لان احنا اهملنا الجزئيه دي تحديدا. وحابب ان انا يعني اتناول كل الفئات. الكبار السن عرفنا انه عندهم بعض المشاكل. هو الطفل برضه بيحصل له تشنجات، برضه ممكن يحصل له. الطفل برضه ممكن يكون عنده كونجنيتال انوملس في القلب، عيوب خلقيه في القلب برضه، ثقب مثلا في القلب، او ضيق في الصمام المترالي. عادي تحصل دي نفس المشاكل برضه مع الجري او التنطيط او طلوع السلم، يحصل له اغماء برضه. فهو هيطبق عليه معظم الحالات. ممكن يكون الطفل عنده سكر برضه وبياخد علاج، فممكن يحصل له ارتفاع سكر. عنده سكر واحنا ما نعرفش، او عنده سكر واحنا ما نعرفش، بس هو ارتفاع السكر ما بايه يعني دخل في غيبوبه اكتر يعني. فهي نفس هنطبق نفس الكلام يعني، مش هنبقى بعيد عن قبل ما يعني في الدقائق الاخيره. اسمعني، احنا كل ده له علاقه بغياب وفقدان الوعي المؤقت. في يعني كلمه الفقدان مرتبطه بالذاكره. هل بقى كل هذه الحالات وكل هذه التشخيصات والى اخره، هل ممكن انه انا افقد وعي لفتره وبعد ما افقد الوعي اقوم طبيعي
وانا ناسي ايه اللي حصل، سواء اثناء فتره فقدان الوعي او انه انا ما اعرفش انه انا فقدت الوعي، انا قاعد وقمت من غير ما هو طبعا معظم الحالات او يمكن كلها ما تتذكرش الفتره اللي حصل فيها الاغماء نفسها، لان هنا احنا الوعي اساسا في جهاز اسمه ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، ده اللي بينشط المخ وبيدينا الوعي، فهو قفل اساسا، فكل الوظائف بتاعه المخ بما فيها الذاكره بتقفل في الوقت ده. يعني حتى احنا لما بنسال المريض انت ايه اخر حاجه فاكرها، يقول والله انا فاكر ان انا كنت واقف وبعدين الدنيا لفت بيا فحاولت ان انا امسك كده دماغي وبعد كده مش فاكر حاجه، ايه اللي حصل، الدنيا ضلمت في وشي وبعد كده مش فاكر ايه اللي حصل وشالوني ودوني ما اعرفش. فهي بتبقى فتره لا يتذكرها الانسان، اللي هي فتره التشنجات او فتره الاغماء نفسها. بس طب الفتره هو اللي هي ان بتوين ما بين الان والاوت زي ما بيقول، لكن هل انا ممكن انا كاحمد وانا قاعد لو انا لوحدي افقد وعي ويرجع لي وانا خارج اقول لهم يا جماعه انا فقدت الوعي؟ يعني هل ممكن انا يعني الاحظ ان انا فقدت الوعي وعد بعيد عن الفتره ان انا فقدته 10 دقائق او وات ايفر؟ يعني هتتذكر بقى الانسان بيحاول يتذكر الفتره اللي هي ايه اخر حاجه فاكرها، ايه كان مثلا ماسك الموبايل فبالتالي هو لقى نفس الموبايل مكسور وواقع على الارض، فانا كده يبقى في حاجه حصلت غلط. فهو التغيرات اللي بتحصل اللي هو بيلاحظها هي اللي بتدي له بقى المحيط. مش 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 بالذاكره نفسها، لا ما هي من الذاكره برضه، بس ان انا وقعت ليه ووقعت فين، وقعت على وشي ولا على ظهري ولا دي حاجات بقى هيلاحظها من خلال الكدمات اللي هي عنده والعلامات اللي في مسرح الحدث يعني. مسرح الجريمه ده على صعيد الذاكره. قبل ما اختم حاجه اسمح لي اقول لك ان احنا كل اللي اتكلمنا فيه هو المؤقت تمام. كان هو ده عنوان وموضوع حلقتنا النهارده. ايه بقى الفرق ما بين فقدان الوعي المؤقت وما بين ان هو ممكن ادخل لفكره انه العنايه المركزه والناس اللي هو كلينيكيا عايش والشخص اللي هو غايب عن الدنيا تماما؟ ما احنا عندنا الـ يعني في غيبوبه وفي حاجه اسمها موت جذع الدماغ وفي حاجه اسمها غيبوبه يعني موت كلينيكي وموت جذع الدماغ وفي غيبوبه. الغيبوبه طبعا وفي قبلها فقدان الوعي الايه المؤقت تدرج. كل ما الحاله تكون شديده احنا بننتقل من حاله لاخرى. فالموت الكلينيكي طبعا بيبقى خلاص القلب ما عادش فيه نبض ولا عاد فيه ضغط، وجذع المخ طبعا برضو ما عادش فيه المنعكسات بتاعته، يعني امشي القطنه كده على عينيه ما بيدينيش الريفلكس اللي هو الرمشه مثلا. يعني الضوء العين برضو اجيب الضوء في حدقه العين الاقيها فيكسد وواسعه وما بتستجيبش، ثابته ما بتستجيبش وواسعه وما بتستجيبش. ده كده انا دخلت في موت جذع الدماغ وخلاص كده احنا في مراحل ايه نهائيه. غير الغيبوبه، يعني الغيبوبه طبعا ممكن الحدقه تكون شغاله معانا والريفلكسز اللي هي المنعكسات العصبيه شغاله لسه معانا، فهو شخص يعني لا هو نايم ولا هو متوفي ما بين البنين، وممكن ان هو يكمل كده او يكمل في اتجاه الشفاء وربنا يعافيه، يعني سواء ارتفاع سكر او هبوط في السكر. يعني في مثلا في مواطنه اماراتيه يمكن قريت عنها بقى لها 20 سنه على جهاز ولم يعلن وفاتها. بيبدا موت في جذع الدماغ بس ولا تصنف هي حاله وفاه بس بيفضل وفي حاله اسمها فيجيتيتيف ستيت، حاله انباتيه، يعني الوظائف شغاله وكله مش شغال بعد كده، اللي هو القلب والتنفس شغالين وممكن يكون مفتح عينيه لكن هو مش داري باي حد ولا عارف اي حد وعايز اللي يوكله شرابه ياخد محاليله عايش ميت. دي حاله انباتيه. تمام. ارجع بقى لنقطه الصفر في الدقيقه الاخيره معانا النهارده والروشتة البسيطه اللي ممكن في متناول الاسره المصريه بثقافتها المعتاده تمام انها تتعامل مع حالات فقدان الوعي المؤقت. فقدان الوعي لما تلاقي شخص وقع على الارض انت ممكن ترفع رجليه على اي مخده او مخدتين بحيث ان احنا نساعد في رجوع الدم للمخ كويس، وده حاجه اسمها وضع الصدمه. او لو في تشنجات بلاش يا جماعه التدخلات اللي هي عنيفه، ان انا احاول افتح بقه او احاول امسك دراعه لان ممكن يترتب عليها كسور في الفك او كسور في الدراعات، ده طبعا ايه غلط. ولا رش عليه ميه ولا الحاجات اللي هي المانوفرز الغريبه دي، علشان دي هتضره ضررها اكتر من نفعها. هسيبه يخلص تشنجات، ابعده عن اي بيئه يعني ممكن تاذيه، واحطه في وضع اسمه وضع الافاقه، ينيمه على جنبه وخلي رجليه فوق رجل فوق رجل، دي هتساعده جدا
ولو مريض سكر واحنا عارفين ان هو بيدخل دايما في نوبات سكر، لازم يكون عارفين نوبات انخفاض السكر بتعمل ايه، عرق شديد جدا، توهان، رعشة، جوع شديد، فقبل ما يدخل في الغيبوبة وكده اديله سكر حاجة مسكرة سريعا. فمعانا خير وبركة، ما فاقش بقى انا بتجي بيه فورا للطبيب لان خطورة شديدة جدا على المخ نتيجة نقص السكر.